الرئيس السيسي يشهد إجراءات تفتيش رفع الكفاءة القتالية بواحد من تشكيلات الجيش الثالث الميداني. أكثر من 3 ملايين مواطن يوقعون على استمارة المطالبة بترشح السيسي لولاية ثانية. ورصاص في باحة برلمان كردستان، ونواب الإقليم يصوتون على توزيع صلاحيات رئاسته. الوحيدة صباحا في القاهرة، جولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لواحد من تشكيلات الجيش الثالث الميداني بعد تطويره ورفع كفاءة القتالية والفنية. تفقد رئيس اصطفاف وتجهيزات الفرقة 19 مشاة وأدى التحية العسكرية لرجالها. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إجراءات تفتيش ورفع الكفاءة القتالية بالفرقة 19 مشاة بالجيش الثالث الميداني بالسويس. وعقب مشاهدة فيلم تسجيلي أعدته إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة حول التطور التاريخي للفرقة 19 مشاة، حرص الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة على تفقد اصطفاف وتجهيزات الفرقة 19 مشاة وأدى التحية العسكرية لرجالها. وفي كلمته خلال المشاركة بفعاليات تفتيش حرب الفرقة 19، أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن القوات المسلحة ستظل حريصة على تحقيق الحياة الآمنة المطمئنة على كل أرض سيناء وتقديم الرعاية لأبنائها. فإن رجال القوات المسلحة البواسل مرابطين فوق الأرض المصرية وعلى كل الجبهات والحدود في إيمان كامل بأن الحفاظ على أمن مصر القومي بمفهومه الشامل هو مسؤوليتهم الأولى، يحملون أمانتها المقدسة دون ما تهاون أو تفريط، يواصلون عطاءهم وتضحياتهم مع رجال هيئة الشرطة البواسل. من جانبه قال قائد جيش الثالث الميداني اللواء أركان حرب محمد رأفت إن القوات المسلحة لا تدخر جهدا لاقتناء كل ما هو جديد ومتطور، وشدد على أن الجيش يساهم في التنمية دون تأثير على كفاءته القتالية. إن رجال الجيش الثالث الميداني عازمون على بذل كل ما هو غال ونفيس فداء لمصرنا الحبيبة، وكلهم يقين بأن وطنهم باق طالما جيشهم قوي وقادر. إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية التي تشهدها الفرقة 19 مشاة تأتي بعد تطويرها ورفع كفاءتها القتالية والفنية وتسليحها بأحدث الأسلحة والمعدات في كل التخصصات، بما يمكنها من تنفيذ كل ما تكلف به من مهام تحت مختلف الظروف. التقى الوفد البرلماني برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بالجالية المصرية في نيويورك. جاء هذا اللقاء في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المصريين في الخارج ولتبادل الرؤى حول مستقبل مصر في جميع المجالات وإلقاء الضوء على دور مصر الإقليمي والدولي سواء في مكافحة الإرهاب أو في حل الصراعات الإقليمية. بدأ فريق عمل المنتدى العالمي للشباب بشرم الشيخ مرحلة وضع اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالإعداد لانعقاد المنتدى في الفترة من 4 إلى 9 من نوفمبر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية. يمتد عمل تجهيزاته على مدار الساعة بمقر البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ومركز العمليات بشرم الشيخ للتعامل مع التفاصيل التنظيمية والموضوعية كافة الخاصة بالمنتدى، بما في ذلك صياغة الملامح النهائية للجلسات النقاشية والمتحدثين فيها. الحفاظ على وحدة اليمن وإعادة الأمل إلى أبنائه في مستقبل أفضل هدف يصمم عليه التحالف العربي من أجل الشرعية بعد أن تسببت ميليشيا الحوثي وصالح ومن خلفهما إيران في جر البلد إلى أتون الصراع. هكذا أكد وزراء الخارجية ورؤساء أركان التحالف العربي خلال اجتماعهم بالرياض، حيث تم بحث دعم اليمن سياسيا وعسكريا وإنسانيا.
بإدانة الممارسات الإيرانية في اليمن وبإصرار على دعم الشرعية، اختتم وزراء الخارجية ورؤساء الأركان للدول الأعضاء في التحالف العربي اجتماعهم في الرياض، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التكامل والتنسيق في جميع أعمال التحالف الإنسانية والسياسية والعسكرية. واتفق المجتمعون على ضرورة قيام دول التحالف بإبراز رسالتها والاستمرار في كشف المخططات والممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الإنقلابيين بدعم من إيران وحزب الله. وتأكيدا على أهمية عمليات التحالف العربي، أشاد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي بما حققته تلك العمليات من نتائج بعدما ساهمت في استعادة السيطرة على 80% من أراضي اليمن. وتمثلت أولى نتائج عمليات التحالف بوقف انهيار الدولة اليمنية وصولا لاستعادة 80% من الأراضي اليمنية بفضل الله، ثم بفضل التضحيات التي قدمتها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحيات الجنود والضباط البواسل لدول التحالف. أما مصر فقد رفضت استخدام الصواريخ الباليستية، وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة العودة إلى عناصر الحل السياسي التي ترتكز على قرارات مجلس الأمن ومخرجات الحوار الوطني، في حين حمل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ميليشيات الحوثيين مسؤولية فرض الحل العسكري. إن هذه التصرفات اختطفت إرادة الشعب وفرضت الخيار العسكري بعد تجاوزات مستمرة وتعديات لم تتوقف. هكذا كان اجتماع الرياض رسالة واضحة وجهها التحالف العربي إلى المجتمع الدولي، مفادها التمسك بإعادة الأمل والاستقرار في اليمن والوقوف بوجه أي مخططات لتهديد الأمن القومي العربي والحفاظ على سلامة الممرات الدولية ومنع التدخلات الإيرانية في دول المنطقة. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية التعاون ما بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد إلى مصر التي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة إلى مصر في الفترة من عام 2017 إلى 2020 بما يتماشى مع أولويات الشراكة فيما بين الجانبين. توقيع الاتفاقيات اليوم مع معالي الوزير، مع يعني ده تأكيد للشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي واستمرار للمشاريع التنموية اللي احنا حريصين ان احنا نتحرك بها سريعا. وانا يعني سعيدة ان معانا معالي الوزير كمان دكتور هشام، وخلينا نبتدي بسيادة الوزير من الاتحاد الأوروبي ان هو يقول الكلمة الافتتاحية، وبنرحب بيه هنا في القاهرة ولسه جاي حالا من المطار على التوقيع. واحنا بنشكر الدعم المستمر والتعاون الكبير مع الاتحاد الأوروبي، فهفضل ان انا اديله هو الكلمة الاول وبعدين الزميل العزيز دكتور هشام عرفات. واحنا عايز أكد دائما ان احنا قطاع النقل احنا يعني حريصين يكون في تعاون اكتر في الفتره القادمه، وخاصه في دعم وزاره النقل اللي هي بتعمل نقله نوعيه في هذا القطاع الحيوي اللي بدونه مش هيحصل تنميه. وعايز انتهز الفرصه اشكر معالي الوزير. الاتحاد الاوروبي كان دائما يعني حريص ان هو يدعم كل المشاريع التنمويه سواء في قطاع الطاقه، طاقه جديده ومتجدده، قطاع النقل، مشاريع صغيرة ومتوسطة، توفير فرص عمل للشباب. وبرضو من أهم المشاريع كان اللي تخص التغذية المدرسية، لسه كان عندي لقاء مع وزير التعليم ويعني بيشيد بكل الدعم الموجه من الاتحاد الأوروبي، وإن شاء الله في الفترة القادمة هنلاقي تعاون أكبر في كل مجالات اللي هي التنمية والأخص اللي هي بتمس قطاعات اللي بتمس حياة المواطن المصري. ودايما بقول ان هو الاهم من التمويل ان هو بيبقى فيه الدعم الفني والخبرة اللي احنا بنستفيد منها في الاتحاد الاوروبي، هي دي حاجة احنا بنبقى حريصين جدا عليها. أكد يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وأكبر مستثمر في البلاد، مشددا على العمل مع مصر لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات إلى البلاد.
Minister, I have met her several times. أنا سعيد أيضا أعبر عن سعادتي لرؤيتكم كلاكما سيادة الوزير وسيادة الوزيرة، ولقد قابلت سيادة الوزيرة عدة مرات في مصر وفي أنحاء مختلفة من العالم، وناقشنا مواضيع مشتركة ومختلفة، وأنا سعيد لوجودي هنا في القاهرة حيث أتيت فورا من مطار القاهرة، ومنذ زيارتي الأخيرة عملنا على إقرار أولويات الشراكة، إسقاط أولويات الشراكة. The European Union and Egypt. الاتحاد الأوروبي هو بالفعل شريك مصر الأول تجاريا وفي الاستثمار، وإذا أضفنا إلى ذلك أنشطة الدول الاتحاد الأوروبي الأعضاء إلى جانب المؤسسات الاتحاد الأوروبي المالية، فإن إجمالي المساعدة الأوروبية لمصر تصل إلى حوالي 11 مليار يورو في شكل منح وقروض ميسرة واستبدال ديون. أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات أن منحة إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية المقدمة من الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح، لافتا إلى أن التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حوالي 363 مليون يورو. احنا حلينا مشكلة النقل الجماعي، أو احنا في طريقها إلى الحل بالنسبة للقاهرة، اللي احنا بنتوسع حاليا دلوقتي في خطوط مترو الأنفاق، بالذات الخط الثالث والرابع، وإن شاء الله كمان يعني معنا رئيس هيئة القومية للأنفاق، كمان درسنا بندرس حاليا دلوقتي الخط السادس في مترو الأنفاق، وإن شاء الله إن الخطوط دهيت كلها بإذن الله على سنة 2022 هيبتدي تأثيرها يوضح جدا على الانفايرومنت أو على البيئة عندنا في مصر، والتلوث العالي جدا اللي عايشين فيه في القاهرة، لان معظم الحركه هتتنقل عن طريق جرين فيلد بروجكتس او عن طريق المترو الانفاق اللي هو يعتبر صديق للبيئه، بالاضافه اللي احنا هننقل تقريبا اكتر من 60% او 65% من الحركه تحت، لان اسكندريه بتعاني من مشكلتين اساسيتين، مشكله نقل جماعي ومشكله باركينج. مشكله باركينج، ودي يمكن مشكله الباركينج اكتر من مشكله من مشكله القاهره يعني. فكان لازم برضو ننظر الى النقل الجماعي في اسكندريه، فحقيقه عندنا في ثلاث مشاريع في النقل الجماعي في اسكندريه، اللي هو مشروع تطوير او حقيقه احنا ما بنسموش تطوير، ان هو حقيقه هيبقى احلال كامل لترام الرمل، يعني تطوير يعني احنا بنقول نشيل ترام ونحط ترام تاني، لا ده احنا بنتكلم على انفراستراكشر جديده، بنيه تحتيه جديده بالكامل، بنتكلم على وحدات متحركه جديده بالكامل، بنتكلم على نظام اشارات جديده، بنتكلم على نظام سكه حديد جديد، فبنتكلم على حقيقة مشروع يعني مختلف تماما عن اللي موجود حاليا في اسكندرية، فأنا مش عايز الذهن يروح لأن احنا بنشيل ترام وبنحط ترام يعني. النشرة متواصلة وفيها بعد فاصل ساعات قليلة وتنطلق الجولة السابعة من محادثات أستانا بحضور وفد الحكومة والمعارضة السوريين. أهلا بكم من جديد. تنطلق بعد ساعات الجولة السابعة من محادثات أستانا بحضور وفدي الحكومة والمعارضة السوريين مع الدول الضامنة والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا. من المقرر أن تبحث هذه الجولة تثبيت وقف إطلاق النار في مناطق خفض التصعيد، إضافة للانتقال السياسي. المزيد في هذا التقرير. ساعات قليلة وتبدأ جولة جديدة من مفاوضات أستانا هي السابعة بين الأطراف السورية، بعد أن نجحت في جولاتها الست الماضية في تخفيض حدة الصراع عبر مناطق خفض التصعيد. ومن المقرر أن تبدأ الجولة السابعة من مفاوضات أستانا باجتماعات على مستوى الخبراء بين وفود الحكومة والمعارضة في سوريا، إضافة إلى الدول الضامنة وفي مقدمتها روسيا، على أن تعقد الجلسة العامة بمشاركة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا يوم الثلاثاء المقبل. تكمن أهمية مفاوضات أستانا في ترسيخها مبدأ التفاوض بين الحكومة السورية والفصائل المسلحة المعارضة، مع التأكيد على هدف مشترك هو مواجهة إرهاب تنظيم داعش وجبهة النصرة. وقد أثمرت هذه اللقاءات في إنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد شملت مدينة حمص ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق والمناطق الحدودية بين سوريا والأردن، إضافة إلى محافظة إدلب. الجولة السابعة من المفاوضات تأتي وسط تحولات جذرية داخل المشهد السوري، بعدما حقق الجيش انتصارات كبيرة تمكن خلالها من السيطرة على محافظة دير الزور والوصول إلى مدينة البوكمال على الحدود مع العراق، كما
لن يكون تقرير الأمم المتحدة حول استخدام السلاح الكيماوي في سوريا غائبا، وتحمل هذه النسخة من مفاوضات أستانا مزيدا من الأمنيات للسوريين للحفاظ على ما تم إنجازه في مجال تثبيت وقف القتال، إضافة إلى بحث الانتقال السياسي. دعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة إلى تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي حتى تستجيب لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب. وقال في تغريدات له عبر تويتر إن بلاده لن تحضر القمة الخليجية المقبلة إذا لم تتغير الدوحة من مواقفها. وأضاف آل خليفة أنه في حال عدم استجابة الدوحة للمطالب فيجب أن تخرج نهائيا من المجلس، واعتبر أن قطر تحاول شراء الوقت بالمماطلة والتهرب من المطالب حتى قمة مجلس التعاون المقبلة. صرح لواء هاشم الكزام مدير الكلية العسكرية لبيت الأوليف بأن الكلية شرعت في تأسيس قسم للقوات البحرية لاستقبال الطلاب الليبيين الراغبين بالانضمام للبحرية الليبية ضمن خطة بناء القوات المسلحة، على أن تكون أو يكون القسم نواة لإنشاء الأكاديمية البحرية. المؤتمر التعليمي الأول للكلية العسكرية الغاية والغرض منه هو توحيد المنهج والاطلاع على ما تم إعطاءه من المنهج والاستعداد للامتحانات للصف المقدم والمستجد ودراسة بعض البحوث العسكرية التي قدمت من بعض الضباط فيما يخص التدريب والخطط التدريبية. تم فتح فرع لأكاديمية البحرية داخل الكلية العسكرية، ويتم تخريجهم ضباط بحرية من هذا المكان بالتعاون مع جامعة بنغازي الذي أرفع كل التحية هذا اليوم إلى أساتذة جامعة بنغازي لتعاونهم مع القوات البحرية في هذا المجال. أما التعاون فيما يخص بعض الدول المجاورة والصديقة كجمهورية مصر والأردن وبعض الدول العربية والصديقة، هناك تبادل زيارات وهناك وجود خبرات ما بين جميع الدول للتدريب على كافة المستويات. صوت برلمان إقليم كردستان على توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم بتأييد 70 صوتا مع رفض 23 آخرين، في حين وقعت اشتباكات خارج قاعة الجلسة لدى محاولة محتجين غاضبين اقتحامها. كان رئيس الإقليم مسعود برزاني أعلن أنه لن يستمر في منصبه بعد الأول من نوفمبر المقبل. تحت عنوان همسة مصرية في حب الإمارات، نظمت الجالية المصرية في دبي بمقر نقابة الصحفيين احتفالية بمناسبة العيد الوطني للإمارات بمشاركة عدد كبير من الأدباء والكتاب والمفكرين. الاحتفالية دي اللي احنا هنعمله النهاردة وهنعلن النهاردة وهمسة مصرية في حب الإمارات، همسة مصرية في عشق الإمارات من الجالية المصرية اللي موجودة في قلب دبي. هيتعمل أوبريت خاص بالحفلة اللي هي اللي موجودة، الأوبريت ده تألف وتلحن مخصوص للاحتفالية دي. بنقدم لهم بقى همسة مصرية في حب الإمارات في العيد الوطني، بنشارككم العيد الوطني، بنقول لهم العيد الوطني الإماراتي هو عيد وطن مصر وللجالية المصرية هناك، ومع تمنياتي لشعب الإمارات حكومة وقيادة وشعبا كل الازدهار والتفوق وإن شاء الله إلى الأمام. تحية من القلب للشعب الإمارات جميعا، وهمسة مصرية من القلب احنا بنقدمها في حب الإمارات. احنا عارفين كلنا طبعا ان شعب الإمارات وقف جنبنا وقفة يعني قوية جدا. انا لاحظت انه القاسم المشترك بينها وبين مصر، لاني انا بعشق مصر كمان، انهم شعب دافئ مضياف بيرحب بالاخرين بيحسسوا انه كأنه عايش في بلده. فانا يعني بحب اقول كل عام هم بخير في تقدم وازدهار. شهد شريف فتحي وزير الطاقة المدني الحفل الختامي للاجتماع السنوي الخامس منظمة 99 الدولية لقائدات الطائرات القسم العربي والمقام بالقاهرة تحت رعاية وزارة الطيران المدني. التزامن جه في وقته الحقيقة، ودي مش أول حاجة نعملها السنة دي بالنسبة للمرأة على مستوى عالمي. وأنا الحقيقة سعيد والتقيت بالمجموعة النهاردة الصبح، وأسعدني أكتر اللي سمعته منهم عن دفء الاستقبال، حسن التنظيم، استمتاعهم بالزيارات الميدانية اللي قاموا بيها واللي شافوه من إمكانيات الطيران المدني في مصر، وبرضو الرحلات اللي هم قاموا بيها خارج نطاق الطيران المدني وخارج المطار يعني.
وقفة مع الطقس والحالة الجوية ودرجات الحرارة مع نيرفانا العبد. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جوية جديدة ليوم الاثنين. طقس معتدل نهارا، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، كما تقل رؤيته في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة في شمال البلاد. وننتقل إلى سرعة الرياح، ففي السواحل الشمالية الشرقية تبلغ سرعة الرياح 12 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 55 للصغرى و80 للكبرى. وفي الوجه البحري والقاهرة تبلغ سرعة الرياح 10 عقدة في الساعة، ومتوسط الرطوبة بين 45 للصغرى و85 للكبرى. وفي جنوب الصعيد تصل سرعة الرياح 12 عقدة في الساعة، وتتوسط الرطوبة بين 10% للصغرى و20 للكبرى. وننتقل إلى أحوال الطقس في محافظات مصر، ونبدأها بالقاهرة، حيث تسجل الكبرى 27 والصغرى 18، والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي الإسكندرية تسجل الكبرى 25 والصغرى 18، والجو غائم جزئيا طوال الوقت. وفي بورسعيد تسجل الكبرى 25 والصغرى 20، والجو صافي طوال الوقت. وفي أسيوط تسجل الكبرى 29 والصغرى 14، والأجواء صافية نهارا وليلا. وفي المنيا تسجل الكبرى 28 والصغرى 15، والجو صافي طوال الوقت. وفي شرم الشيخ تسجل الكبرى 29 والصغرى 21، والأجواء صافية طوال اليوم. وفي أسوان تسجل الكبرى 31 والصغرى 18، والجو صافي نهارا وليلا. وفي الأقصر تسجل الكبرى 31 والصغرى 16، حيث الأجواء الصافية. أما عن حلايب وشلاتين تسجل الكبرى 35 والصغرى 20. وننتقل إلى أحوال الطقس في الدول العربية، والتي تبقى حول معدلتها الطبيعية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وخصوصا ليلا. ونستعرض الآن حالة الطقس في عدد من العواصم العربية، ونبدأها بطرابلس، حيث تسجل الكبرى 26 والصغرى 15. وفي دمشق تسجل الكبرى 23 والصغرى 10. وفي الرياض تسجل الكبرى 34 والصغرى 19. وفي أبوظبي تسجل الكبرى 33 والصغرى 26. وفي الجزائر تسجل الكبرى 24 والصغرى 13. وأخيرا في القدس تسجل الكبرى 21 والصغرى 13. والآن مشاهدينا انتهت نشرتنا، وفي أمان الله. تتابعون معكم نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء في هذه النشرة من عناوين. الرئيس السيسي يشهد إجراءات تفتيش رفع الكفاءة القتالية بواحد من تشكيلات الجيش الثالث الميداني. أكثر من 3 ملايين مواطن وقعون على استمارة المطالبة بترشيح السيسي لولاية ثانية. ورصاص في باحة برلمان كردستان، ونواب الإقليم يصوتون على توزيع صلاحيات رئاسته. إذن إلى هنا تنتهي معكم هذه الجولة الإخبارية، بعد قليل تأتيكم نشرة رياضية مفصلة مع زميلة لبنى الخولي. شكرا لكم وإلى ملتقى.